اذا بالنسبه لتي 2 راح تكون قيمتها كانت في ماكس ماينس 1 مضبوط. وعشرين سكند. اذا صار عندي محل تي 2 هاي راح احط هون 23، محل تي 5 راح احط 23 سكند. قديش صار التوتال تايم او الجيرني تايم؟ 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 4 و23 46، فبصير عندي 1 زائد 1 زائد 1 زائد 23 زائد 23 46 و4 50 سكند. اذا احنا عمالنا بنقول حتى اقطع مسافه 600 متر والتزم بالتسارع، لاحظوا التسارع هون مهم لانه في ناس رح يكونوا واقفين. بطل هذا الاكسلريشن هيك، كيف صار الاكسلريشن؟ لاترال اكسلريشن، فممكن ناس يوقعوا. فهون بدي ادير بالي من ناحيه هذا الاكسلريشن ما يكون عالي كثير. 1 متر بير سكند از جاست اكسبتبل للناس انهم ما يوقعوا. اذا بديت ازيده ل 1.5 و2 ممكن يصير تو هاي. لما اكون انا واقف وعمالي بتحرك فيرتيكلي يمكن يكون 1.5 و2 مقبولين لانه عمالي بضغط على الارض، بس لما بسارع شخص لاترلي ايش راح يصير فيه؟ ممكن انه يوقع. فهون هذه بدنا ننتبه بالنسبه لهي القيمه وهي القيمه تكون محدودين. اذا صار عندي هذه 50، اذا هلا لو بدي احط الارقام او النقاط، هاي النقطه 1، هاي النقطه هون 24، هاي 25، هاي 26، وهذه هون 49، مش هيك؟ بتكون 26 و23، 49، وهي بتصير هون 50 سكند. هاي صار عندي الكيرف. لسه ما عندي ايش ناقصني؟ المعادلات. بدي اعمل جنريشن للمعادلات، بدي اعمل جنريشن لمعادله الجي اوف تي، بدي اطلع معادله الاي اوف تي، بعدين نطلع معادله الفي اوف تي، وراح يكونوا بيس وايز ديفايند. الفانكشنز راح يكونوا معرفين بيس وايز.